كانه ماتش نهائي بطوله. هي دي روح النادي الاهلي. شفت الفرحه؟ شفت الكابتن سيد؟ انا نفسي اعرف سيد عبد الحميد كان بيجري فين؟ يعني حاولوا تجيبوا لنا كابتن سيد عشان نعرف الناس كلها بتجري فين كده، وبعدين بيجري الجاريه بتاعته فاكر اللي ما هو ده اللي كنا متوقعينه. حاجه جميله قوي، واخد بالك؟ ده سيناريو دايما ماتشات النادي الاهلي. سيد راح فين؟ قدامه بقى وليد الجاري. بص حتى انيس بوجلبان، انيس الشعلاني. اه بص بص طيب لا لا فرحه طبعا. وكريم ندفد وحسين، فرحه جميله. حسين الفرحه بتاعت شكلها الفرقه كلها اللي بره رايحه يمين وورا. ده حسين خرج جميله. سيد معوض روح الاهلي وعمرو بركات اللي نزل مكانه جاب الجول وفرحه. حسين سيد ممكن سيد راح للحكم ممكن؟ لا 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 انا عارف هو رايح لمين. انا عارف هو رايح لمين. وحسام طبعا يعني لا سبرنت، بس انا عارف هو رايح لمين. سبرنت كمان خد بالك. لا هي دي روح النادي الاهلي، هو دي اسره النادي الاهلي، خد بالك؟ هو ده ترابط النادي الاهلي. كلنا يعني الحمد لله دلوقتي في مقعد المتفرجين، لكن من كل قلوبنا بنتمنى، ودايما النوايا جميله، النوايا دي بتسلك الامور. خلي بالك كان ممكن ماتش النهارده ينتهي 1-1 ممكن، لكن ربنا سبحانه وتعالى مع المجتهد، مع النوايا الطيبه، مع التكات. ازاي يا كابتن ربيع؟ نجيب كان المفروض يطلع طبعا. هي دي روح لعيب النادي الاهلي. وقال لك لا انا هكمل عشان عارف ان في نقص في الحته دي، وممكن التغييره بتاعته يستغلوها في تغييره ثانيه احسن. بص يا ميدو معلش اتفضل. 132 30 بطوله يا وليد. مش وحق، مش يا جماعه، مش من فراغ يا جماعه. طبعا المكسب اللي بيجي في الدقيقه 6 مش اول مكسب. في ايامك كسبنا، وفي ايامك كسبنا، وفي ايامك كسبنا الكلام ده. ليه يا وليد؟ عشان هو ده النادي الاهلي، برجاله، بقدراته، بتخطيطه، بنظامه، فنياته، بروحه، بترابط الملزومه بتاع النادي الاهلي، جمهور مع لعيبه مع اداره مع جهاز فني ماشي في طريق واحد سميت. عارف يا كابتن، عارف يا كابتن ايه احسن حاجه احنا استفدنا بيها النهارده او كسبناها النهارده كنادي اهلي؟ اللعيبه الجديده اللي هي اسلام محارب وعمرو بركات ووليد ازارو يبقوا بالغل ده خدوا يعني شربوا تقاليد النادي الاهلي وحماس النادي الاهلي، اقلموا بسرعه من اول مباراه جدا. يعني بص اسلام محارب لعب باك ليفت في اخر بعد ما جبنا الجول. عايزك تشوف الهدف ده كابتن وليد. الهدف ده برده في الدقيقه 92 في البطوله العربيه، اسامه حسني. اسامه حسني برده في البطوله العربيه، شيت في رفعاله نصر حسين داي. امبارح يعني بص المفارقات، احنا امبارح يعني كان 2004 كابتن ربيع هدف في الدقيقه 92 اسامه حسني. لا وده في اهداف كتيره جدا من ايام جيل وليد وجيل سمير وجيل كتير. مره كنا في المحل على بطوله الدوري برضو كابتن مصطفى عبده في الثواني الاخيره كتير جدا. الجون بتاع كمونه ده في الرجاء ده في الثواني الاخير. مظبوط مظبوط. بص هي الفكره ان انت بتكسب لعيبه لسه جايه النادي الاهلي. بص عمرو بركات لما جاب الجون وقلع التيشيرت، بص لا 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 الجل. روح بص الروح. مش احنا قايلين الكلام ده امبارح يا وليد؟ مش قلنا البطوله دي احنا فرحين ان جت في وقت مناسب عشان في لعيبه كتير وفي اضافات كتير. بس عمرو بركات وصالح جمعه اللي عامل سبرنت. طب يعني بص صالح جمعه لو تعرفوا تجيبوا السبرنت اللي هو الانفراد اللي طلع فوق العارضه. صالح جمعه، صالح جمعه بعد ما حط ضربه الجزاء ها بيقول للناس الوقت لسه في وقت وهنكسب. يعني هي الفكره روح المكسب دي ما بتجيش بسهوله. لا لا يعني النهارده وليد ازارو عرف قيمه النادي الاهلي ايه. الزحله ما ينفعش حتى لو في بطوله وديه ضغط، ما ينفعش تطلع طبعا خسران. حاجه جميله. حتى وليد برده كان راجع في نفس اللقطه دي. حاولوا تجيبوا لنا خلي بالك برده احنا قلنا الجانب الفني والجانب العدلي مهم جدا طبعا. برده نزول عمرو بركات لانه سجل هدف وما بداش بيه النهارده. الطبيعي جدا ان السمير يكون تغيير النهارده. مزبوط. الطبيعي جدا واخد بالك وسجل هدف متعب ان هو ابدع. متعب ده مفيش خلاف عليه. متعب في توقيت بص يعني في ثانيه متعب بيقدر يعمل لك اي حاجه. شوف يا وليد يعني هو ده اللي فاكر احنا كنا بنتكلم امبارح يا كابتن قلنا النجم ده مش لازم تعامله صحيح. بدنيا زي الفرقه كلها. لا مش لا. لازم ياخد كل الاحمال البدنيه ده هو خلاص صحيح. الراجل وصل صحيح. لمخزون انا صحيح. عايزه 10 دقايق عايزه يعمل الكره دي بس صحيح. يكسبني بطوله صحيح كلام وشكرا. واحنا بنحب متعب نموت فيه وفرحانين قوي ان هو بصراحه تسبب في الهدف بصراحه. لعيبه الاهلي النهارده بصراحه كلهم يعني طب. يعني يعني عايز اقول لكم افرحوا ان انتوا اهلاويه والله بجد. يعني مش عايز اقول لكم فرحتنا احنا واحنا فوق وحاجه بنجري ورا بعض في الطرقه فوق وفرحانين فرحه مش طبيعيه بالهدف فعلا كانه فعلا دخل احمد ايوب اكد على كلامنا بطوله كانك خدت بطوله. ودي مش حاجه حقيقيه لكن الحقيقي ان الاهلي لما بتحط تحت تحدي او بتحط ان هو لا لازم يكسب دايما بيكون قد التحدي ده ودايما بيكسب الرهان. يعني عايز اتكلم دايما ودايما ميدو ممكن ما كانش الجون ده يدخل وكنا نتعادل وكنا نطلع من البطوله بس كلنا حاولنا
كله خد شرف المحاوله، بص كله بص كافح. بص دي اللقطه دي، بص عمرو يعني لسه شوفها. نازل انا صعب عليا عمرو صالح جمعه فين الكوره دي اللي اتكلمت عليها ميدو هي الكوره دي كان هيخش في جون اتردت عمرو بركات اللي جاب كام في الدقيقه كام في الدقيقه 88 اتردت جون لينا 88 اه يعني انت من صالح انا كمان بص عمرو هنا لسه نازل فيعيني اول كوره وبص لسه مش قادر بس بص السبرنت بتاع صالح جمعه بالظبط حاجه مش ممكن يعني روح يا جماعه انا عاوز اقول حلو ونجيب اتفضل يا كابتن ربيع القصه قصه كيان صح حلو بس حلو كل الاجيال دي عارف بتموت نفسها عشان الكيان صح الترابط الغير عالي ده عشان الكيان حلو. الحب الغير عالي ده عشان الكيان انا عايزك تقول لي كلمه للشناوي واكرم توفيق اللي هم دلوقتي عندهم حاله من الاحباط يعني انا عارفهم انا عارفهم الشناوي عارف كويس قوي هم انطباعاتهم ايه زعلانين قوي الشناوي حس ان هو جون سهل اكرم حس ان هو تسبب في الشناوي مكسب من مكاسب البطوله حلو بصراحه نجم حلو سيب لك بالله نجم يا وليد صح احنا في اجماع الناس دي ما شاء الله بتتكلم بما يرضي الله وبتتكلم بفنيات وبتتكلم بخبرات غير عاديه اخطاء وارده كابتن ده احسن حراس اكرم فمكسب اول حاجه مكسب من مكاسب البطوله اكرم مكسب من مكاسب البطوله حلو خد بالك هو الشناوي يحسب له كمان نقطة مهمة جدا ان هو بيرجع بعد بصراحة. الخطأ هو عنده ثبات انفعالي غير عادي يعني خد بالك هو اتعرض لاختبارات كتير قوي بعد الهدف فبالتالي يعني بعد الجون دي كرة دي واحدة دي جون دي جون دي هو نمرة 9 في كذا هجمة دي صعبة جدا اتعامل معاه بشكل كويس قوي وطلع خد كرات عرضية في الدقيقة 90 لا يعني مكسب يا وليد والله والله يا سمير مكسب بصراحة عامل بطولة 10 على 10 يعني دي حقيقة الشناوي وأكرم توفيق زي ما قلنا مش دي نهاية الكورة لا انتوا لسه هتغلطوا كتير جدا الشناوي يعني بنحسدك ما شاء الله على الثبات الانفعالي بتاعك هدف ممكن كنت تصده برجلك حتى لكن وارد جدا تدخل فيك في الكورة وارد فيها كل حاجة لكن أنقذ نادي الأهلي من جون تاني وجون تالت يعني حاجة جميلة جدا أيضا نفس الكلام أكرم توفيق كلكم كنتوا رجالة كلكم كنتوا على قد المسؤولية حاجة فعلا تفرح وتشرف هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم على طول لسه عندنا كلام كتير جدا استنونا